يستقبل حمام بن هارون في ولاية ميلا الكثير من الزوار المفضلين له، إلا أنه في الآونة الأخيرة تردت وضعيته وأصبحت تشكل خطرا على قاصدين. نتابع مع سفيان بوهون. تحت أسقف مفتوحة وأعمدة قابلة للانهيار بأي لحظة، يصر مجموعات من كبار السن والكهول على الاستحمام صيفا بهذا الوضع بحمام بني هارون ببلدية حامالة في ولاية ميلا. نتحموا هكا ونروحوا، فاسد هو مكسر فاسد. نشوفوا الحاج حتى الخماج يعني. كاين الخماج، كاين الغاشي، كاين حاجة تاع. من سمانة لسمانة أنا نجي ندوش هكا ونروح. زيكو هابط بالهي، زيكو تاع الحمام كامل، هي تاع الحمام كيما الواد. الناس هنا في الخماج يعني. الواد خام، لا الحمام نظيف ابني. فئات واسعة تأم الحمام الطبيعي المتميز بمياهه، غير أن الاستحمام يتم في وضعية كارثية وعلى جميع الأصعدة وبكافة المقاييس، حيث تنعدم أدنى الشروط الصحية والإنسانية وسط مناخ يبكي عليه الجميع. نهار يتمشي ويبرد، على بالك يبرد. لو كان مخدوم البلدية غيخلص. في هذه الوضعية غير اللائقة، وهو التعبير الأقل حدة إذن، يلجأ منا كبار السن خاصة لأجل الاستحمام بالمنابع العمومية، وللمشاهد الحكم هاته المرة.